الحمد لله بعد لقينا في مصاف المنتخبات الاولى عالميا، يعني بينا انه راه هذا راه كاين واحد العمل. شفتوا منتخبات كبار اللي ما قدوش يعاودوا الانجاز، يعني تغيروا بزاف هاد 4 سنين، بل اكثر من هذا التقصى وشي وحدين. فهذا مجهود زعما صراحه تيرجع للجامعه واللاعبين. كان بدنا نكونوا افضل، لان كنا نكونوا افضل صراحه، وكما انتم كتشوفوا اللاعبين كي خارجين، يعني اصابات اللي هذا داخله في حكم الله سبحانه وتعالى، وربي وكانه اعطانا اشاره اننا راحنا مزيانين، ولكن مازال خصنا نجلو نخدموا. ان شاء الله واحد المره غادي نكونوا ابطال في هذه اللعبه، لان الجمهور المغربي تيبغيها بزاف، شفتوا المتابعه. فلذلك خصنا ضروري نستمروا في هذه المكاسب ونبقاو في هذا المسار هذا، وان شاء الله ما يكون غير الخير مستقبلا.